فقدت نيفين بركات زوجها وأصيبت بجروح مع 3 من أطفالها 5 بشظايا قذائف إسرائيلية استهدفت مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين، كانت تؤوي عشرات العائلات النازحة خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في العام 2014. وقد أحيا قرار المحكمة الجنائية الدولية القاضي بأن اختصاصها القضائي يشمل الأراضي الفلسطينية المحتلة آمالا لدى العائلة بفتح تحقيق بشأن هذا القصف. انبسطت يعني انه اعادوا النظر في القضية يعني اللي صارت او الجرائم اللي بتصير يعني، فحسيت نوعا ما انه ممكن يكون حدا ابتدى يحس فينا يعني وفي معاناتنا وفي الوضع اللي احنا بنمر فيه وبنعيشه كل يوم كل لحظة كل ساعة كل دقيقة. يعني غزة معرضة للقصف وجرائم الحرب والاحتلال في أي لحظة في أي وقت في أي وضع. قعدت أصرخ على الدكتور إنه يخليني أودعه، والدكتور ما رضيش لانه كان كله يعني كله يعني شلل يعني ما بقدرش اني انا اشوفه. ايه اللي هو دكتور قال لي ما ينفعش تشوفيه ما ينفعش تودعيه. على شاطئ بحر غرب مدينة غزة يروي منتصر بكر كيف نجا من الموت لدى سقوط صواريخ إسرائيلية قربه قبل 7 سنوات حين قتل ابن عمه إسماعيل الذي كان يبلغ 9 أعوام. أكثر من حقنا من طلبه محاكمة نتنياهو في المحكمة الجنائية الدولة. يعني إحنا إيش عملنا بحياتنا لما يجي واحد يدمرنا 6 سنين من عمرنا؟ يعني ما أذنبناش في شيء، أطفاله بنلعب. واستمرت حرب غزة الأخيرة التي هدفت وفق إسرائيل إلى وقف إطلاق الصواريخ من غزة في اتجاه الأراضي الإسرائيلية 50 يوما، وتسببت بدمار ضخم في القطاع الفلسطيني المحاصر، وخلفت 2251 قتيلا في الجانب الفلسطيني معظمهم مدنيون، بينما قتل 74 شخصا في الجانب الإسرائيلي معظمهم جنود.